السلام عليكم الخوة، اللي ما شاء الله هنجربوا نقراو كالكيلاتور او دي سي 1634 بالبي دي ام بالكاتاك بالكاتاك داكور. اني داير اني نبرونشي البي دي ام تاعي، نجربو نأليمونتو الكاتاك تاعنا بهذا الباتري بوستر. هذا باتري بوستر راني نخدم به باسكو يمدلي تنسيون ستابل تاع 12.4 فولت ويبروتيجي لي كالكيلاتور تاعي بوندون ليكريتور اون كا نكون نكتب اون كا تصرا كوبير تاع الكتريسيتي. داكور، ونحلو نحلو ان شاء الله الكاسويت تاعنا. فوالا الكاسويت 2.25، بسم الله. مو هذا الكالكيلاتور اللي راه هنايا، لا ميم مع هذه، ميم ريفيرونس. داكور، بون هنا سوا نخدمو نروحو كار. بون هذا الكالكيلاتور اللي عندي تاع بارتنر ان 6 اتش دي 90 شوف 9 اتش اكس. بون سوا نروح هنايا، سوا نروحو بيجو بارتنر ونخيرو الموديل تاعنا ان 6 اتش دي 9 اتش اكس، يحطنا ديريكتومون في المود بي دي ام، ولا نخيرو المود بروتوكول هكذا منا ديريكت بروتوكول، ونروحو بالبي دي ام مود تاعنا. داكور، ونخيرو او دي سي 16 فورد بي اس. داكور، او دي سي 16 فورد بي اس، نديرو اوكي. بون اللي ما يعرفش يتبع لا بروسيدور ويتبع واش يقولو كاتاك. حنا بون حنا عندنا 3 تيب تاع كالكيلاتور او دي سي 16. عندنا الموديل القديم وهاي ليك الكارت مير تاعو ما يشبهش لتاعنا. داكور، هذا ما يشبهش لهذا، وراه بالمقلوب بركه. بون التيب 1 يشبه لتاعنا لو ميم، هاليك بالمقلوب وهاليك الدوزيام موديل. هذا ولا هذا كيف كيف في باري، هذا ولا هذا كيف كيف، هاوليك لو ميم وهاوليك لو ميم. بون وعندنا جوست بور ديمونستراسيون برك، عندنا تيب 2. تيب 2 ها كيفاش يجي داير. بون نتوما تخيروا الكالكيلاتور على حسب التيب اللي عندكم. بون درك انا عندي تيب 1، نخير تيب 1 وهاوليك البور بي دي ام تاعي وين يركب. هنا كيما راني مركب البي دي ام هنايا، دوك نحكي لكم على بون. سوا تخدموا بالسيبور سوا تخدموا بالكابل. بون السيبور تاع الكاتاك دوريجين انا ما عنديش، راني نخدم بالسيبور تاع الغاليتو. بون نخدموا كيف بالكابل. بون الكابل يقول لك ركب الكابل الريفيرونس تاعو 14 43 00 900، اللي هو هذا، اللي هو هذا. داكور، وهنا يا جماعه حسوا روحكم هاد لي كونيكسيون، هادو لي بوين هنايا، هادو لي بوين اللي راهم بالفير، هادو ما لازمش تغلطوا فيهم وديروا فيهم الفور لي لي زيغوي تاع لادابتاتور. هذا هنايا، هنا لا قدر الله لو كان تركبوا لادابتاتور على لا غوش يتخلفوا لي بين، يطيح البلوس في الموا والموا في البلوس، يصرا كو سيركوي ديريكت فرون، والكالكيلاتور تاعكم باي باي. اون بلوس الكاتاك احتمال كبير البور بي دي ام تاعو. السلام عليكم، هذا هي سي بوسان. وصيكم هنا جماعه ما لازمش تغلطوا، وبالعقل هنايا في البور بي دي ام. داكور، فوالا وهكذا هاوليك، ولا تركبوا الكابل ديريكت سودوه. اوكي. بون هنايا كاين، حنا عندنا كات موديل، البي 60 والبي 66
والبي 118 والبي 121. بون البي 118 فيها بروسيسور 563 564 مع البي 221، والبروسيسور تاعنا يجي ام بي سي ان شاء الله يبان برك 562 ام بي سي ان شاء الله يبان ام بي سي 562 راه باين هكذا هكذا راه باين ام بي سي 562 رام انفرس. بون دروك هادو لي دو كالكيلاتور لا 118 و 121 تبقى لنا 160 والبي 66 اللي فيهم بروسيسور 60. الفرق وين راه؟ وحده فيها فلاش ام 29 والاخرى فيها فلاش ام 58 بي دبليو في. بون بار اكسبيريونس هذا التيب ان يجي فيه هذا يجي فيه الام 58 بي دبليو في سي بور صح اللي تيكم هذا الكالكيلاتور باش نوريكم باللي فيه ان فلاش ان فلاش فوالا 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 ام 58 دبليو في 016 دي بي اللي هو هذا مام يا جماعة لو كانت سيليكسيون البي 60 وتلونسي موش راح يعرفوا لك الكالكيلاتور وراح يقيسك اوتوماتيكمون في البروتوكول بي 66 معناتها الكاتاك راح يعرف الكالكيلاتور. هذه جوست غير ديمونستراسيون برك داكور. نسيليكسيون المود تاعنا اللي هو البي 66. بون هنا راه يقول لكم عندي ايبروم 95640 في الرياليتي ماشي 95640 في الرياليتي 95160 فوالا نوريه لكم سي بور صح لي كالكيلاتور نوريه لكم ايبروم ان شاء الله يبان لي برون برك فوالا 95160 لي برون فوالا 95160 هنا الكاتاغ راه عارفو 95640 هنا يعطينا ان طاي تاع 4 فوا لا طاي تاعو دوريجين اللي هي تاع هذا لا طاي دوريجين تاعو اللي هي 2 كيلو اوتوماتيكمون الكاتاغ كي يقراه يقراه ب 640 يقراه 4 فوا يقراه 4 فوا داكور. نقرا ان شاء الله فوالا اوكي. بون هنا سوا نديرو باك اب كومبلي تاعنا ولا نقراو. بون هنا ما يقراناش الكاتاك ما يقراناش البروسيسور يقرانا غير فلاش ولا لي برون كيما تحبوا تقرا الفلاش وحدها ولا لي برون وحده ولا دير ان باك اب. وانا توجور نوصيكم ديرو ان باك اب كومبلي ديرو ليكتور بسم الله ليكتور هلا ها بدا الكاتاك تاعنا يقرا بسم الله ها بدا الكاتاك تاعنا يقرا جماعه اللي ما عندوش هذا اللي ما عندوش باتري اون كاو باش تبروتيجي له في ليكريتور ولا ما عندوش واحد كيما هكذا قادر يخدم بالشارجر ويدير معاه ان اندولير بار اكزومبل داكور. مي هذا انا عجبني بزاف نخدم به مي عجبني بزاف هذا. عطوني رايكم فيه جماعه داكور. نستناو الليكتور تكمل. ما قلت لكم كيما قادر تقرا قادر تخيروا البروتوكول بي 60 وتلونسو ليكريتور مش راح يعرفوا ويحطكم اوتوماتيكمون يقول لكم باللي هذا الكالكيلاتور بي 66 الكالكيلاتور الكاتاك يعرف وحده انت ما عندكم ما تخاف انت اون كاو تخير البروتوكول فو الكاتاك راح اورينتيك ويديك البروتوكول جوست داكور. نتبعوا ان شاء الله لا بروسيدور تاعنا تكمل. باني قاري هدف وهذا الكالكيلاتور سي نزيد نقراها برك. قلت لكم هنايا هنا فات اتونسيون يا جماعه هنا نوصي ونعاود لو كان تغلطوا وتقلبوا هذا لي زيغوي ديروا سيبور من على لاغوش كالكيلاتور. السلام عليكم باي باي مع الكارتاك هذه هي.
بون انا راح يكمل الفلاش هاي خلاص دروك في لي برون من بعد نديرو ان باك من بعد نشوف كاردو الباك اب تاعنا هاني قاريه دو فوا نقراها تروازيام فوا اشوف غارد هنا بون كما قلت لكم راني قاريه دو فوا وانا نسمي هنا مثلا او دي سي 16 سي 34 وقلنا التيب تاعنا هو تيب 1 تيب 1 1 بون هنا هذه لا ترويزيام ليكتشر ثيرد ريد اوكي اونجسترو بون راح يقول لنا تشوف غاردو اسكو سيبارو لي فيشي تخرجوا لي بروم وحده والفلاش وحدها نقولوا له وي وي لوبيراسيون سي بيان ديروا لي اوكي نروحوا لي فيشي تاعنا ولا هذا هو الفيشي تاعنا نلقاوه ولا هاوليك خرجنا تروا فيشي خرجنا الباك اب خرجنا لي بروم تاع 8 كيلو وخرجنا الفلاش تاع 2 ميجا قلت لكم هذا لي بروم في الحقيقه لو كانت ديسودو لي بروم وتقراوه بالبروغراماتور يعطيكم اللي هو 95 160 يعطيكم اون طاي تاع 2 كيلو بصح كي تقراوه بالكاتاغ تيرمون الكاتاغ راه عارفو 95 640 و 95 640 لا طاي تاعو تكون 8 كيلو معناتها راه قاري لي بروم 4 فوا هذه معلومه مانيش عارف اسكو الجميع يعرفوها ولا لا داكور هذه هي الخاوه ان شاء الله بون نسيو نفتحو ثانيك باسكو راني قاريه من قبل فار اكزومبل نسيو نفتحوها في الوينورس ونشوفو واش يعطينا فوالا هاي ليك لا فلاش تاعنا نرفدوها نعاودلكم الفيشي تاع بارتنر راني مسوف كاردي فوالا 100% بيجو بارتنر ان 6 اتش دي 9 اتش اكس اوكي وهم ليك لي كارت تاعنا تشيك سام اوكي في شي لاباس عليه وهم ليك لي كارت تاعنا فوالا فوالا الخوا هذه هي ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم وان شاء الله تستفادوا معنا عطونا رايكم في هذا الباتري بوستر واش رايكم فيه ما شاء الله تكونوا استفدتوا جماعه وبارك الله فيكم نلقاو على خير السلام عليكم.